مهم جدا طبعا يبقى في عندنا هاي فولتج ريكتيفيكيشن، لازم الفولتج اللي جاي لنا دوت ما ينفعش ان انا ادخله زي ما هو كده على تيوب. بيسكلي احنا يعني كريكتيفيكيشن بروسيس عموما يعني الهدف بتاعها ان هي بتكونفيرت الاي سي تو دي سي. يعني لو عندي فولتج اي سي بنحوله لدي سي. دي سي مش معناه ان هو يبقى فلات كده، مش معناه ان هو يبقى يعني ابسولوتلي كده ما فيهوش اي فاريشنز. عاده الناس تعرفت ان هي بتتكلم على الدي سي لما يكون الفولتج عندي له اتجاه واحد بس. يعني على سبيل المثال لو انا بتكلم هنا مثلا الفولتج هنا له اتجاهين، له بوزيتيف ونيجاتيف. وانس ان انا اخدته انا هنا حطيت بس دايود هنا ودايود هنا، الدايود ده يسمح للكرنت يمشي في الاتجاه ده، ما يسمحش ان هو يمشي في العكس. فبالتالي في البوزيتيف يعني في البوزيتيف هاف سايكل الفولتج يقدر يعدي، علشان الفولتج بيسيكلي يقدر يعدي في الاتجاه ده كده. انما في النيجاتيف سايكل بيسيكلي الدايود دوت والدايود دوت بيبقوا ريفرس بايست. ريفرس معناه ان هو يبقى كلوز، يبقى مقفول. فبالتالي مفيش فولتج يقدر يعدي، مفيش كارنت يقدر يعدي. وبالتالي انا هنا حولت الفولتج في الاوتبوت بتاعي لدايركشن واحد بس. بقى دلوقتي يا اما زيرو يا اما بوزيتيف، مفيش نيجاتيف خلاص. فبعتبر دوت ان هو دي سي. اللي بيختلف بقى يعني بين الحاجات اللي زي كده هو بيسكلي انا عندي الشكل بتاعي هنا عامل ازاي. لو عندي مثلا حاجه زي كده بسميها هاف ويف ريكتيفايد، لو عندي كل السايكلز دي موجوده ممكن اعمل هنا حاجه زي بريدج كده ويبقى في عندي بقى فول ويف ريكتيفايد سيجنال. يعني بيبقى في عندي بنسميها بقى عدد البالسز، يعني هنا بسميها مثلا 1 بالس، الثانيه هنا بنسميها 2 بالس. يعني بتكلم هنا في كل سايكل بيبقى في عندي كام بالس، هنا عندي 1 بالس، هنا بيبقى في عندي 2، وممكن عندنا مثلا في 3 فيز يبقى عندنا 3، ممكن يبقى عندنا 6. يعني ممكن يبقى في عندنا بيسكلي عدد من الانظمه بتاعه الريكتيفيكيشن اللي تسمح لنا ان احنا ناخد عدد مختلف من البالسز الموجوده. فبالتالي احنا بنتكلم، احنا طبعا هنا لازم الترانسفورمر ما ينفعش ان انا اعدي سيجنال هنا تكون دي سي، فلازم الاول اعدي السيجنال في اي سي فورم، بعد كده اعمل لها ريكتيفيكيشن في الهاي فولتج سيكشن. فبالتالي احنا طبعا محتاجين هنا على تيوب محتاجين دي سي، علشان ما ينفعش ان الكاثود والانود يبقى عليهم الترنيتنج فولتج. الكاثود لازم يكون نيجاتيف اول ذا تايم والانود لازم يكون بوزيتيف اول ذا تايم. لو حصل ريفرسال يبقى ملهاش معنى، لان احنا لو حصل ريفرسال، لو احنا فرضا حطينا نيجاتيف فولتج على التيوب بيسكلي الالكترونز هتعمل اكسلريشن من الانود للكاثود، فتعمل بيسكلي بومباردمنت للكاثود. انا ما عنديش تارجت في الكاثود علشان يعمل لي جنريشن للاكس راي، فلازم اميك شور ان دايما الانود بيبقى هو البوزيتيف سايد اول ذا تايم والكاثود بيبقى النيجاتيف سايد اول ذا تايم، عشان الاكسلريشن يتم في الاتجاه من الفيلمنت للتارجت. فبيسكلي ده الهدف بتاعنا في عمليه الريكتيفيكيشن، وده طبعا يعني لازم واخدينه في اعتبارنا علشان ما ينفعش الكرنت يبقى ماشي ان ريفرس في داخل الاكس راي تيوب.